تفاعل ليس فقط من توماس دود، يعني من حتى الجمهور الهلال الحاضر هنا. مطرف القحطاني ايها الاعزاء يطلق صافرته معلن نهايه شوط المباراه الثاني، والمباراه النتيجه تنتهي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. سجل للتعاون اولا احمد الحربي في الدقيقه الثانيه عشر وشوط المباراه الاول، وتعادل عيسى المحياني في الدقيقه التاسعه من زمن شوط المباراه الثاني، بذلك يصبح للهلال 27 نقطه. طبعا هناك بطاقه صفراء كانت من مطرف القحطاني على مين؟ على حارس المرمى حسن عتيبي، نتيجه لتسديده الكره عليه وعدم رضاه عن قرارات حكم اللقاء، وبالتالي حكم اللقاء اعطاه يعني هو اعطى الكره، هو لم يسدد الكره لكنه اعطى الكره نقولها بالشكل الصحيح والسليم حتى لا تفسر خطا. حسن العتيبي اعطى الكره لحكم اللقاء بشكل يعني قوي شويه، اعطاه اياه مع صافره النهايه اللي كان عليها، اعطاه اياه بقوه قليله، وبالتالي حكم اللقاء اعطاه بطاقه صفراء. توماس دول يعترض، توماس دول في ارض الملعب، توماس دول في دائره المنتصف، الامير نواف بن سعد يهدئ توماس دول ويهدئ ايضا سامي الجابر والاداره الهلاليه. المباراه انتهت بالتعادل بهدف للهلال وهدف للتعاون، الهلال 37 نقطه في المركز الثاني بعد النادي الاهلي الذي حقق انتصارا على نجران، واصبح النادي الاهلي 39 نقطه في انتظار ايضا نهايه مباريات الاسبوع السادس عشر. بهذا المنظر ايها الاعزاء وما يحدث هنا في ارض الملعب ينتهي هذا اللقاء وبدايه الاسبوع السادس عشر من دوري زين السعودي المحترفين. اللقاء مثير كان على جميع الاصعده، الاعتراض من جمهور الهلال على حكم اللقاء. عموما نحن من كابينة التعليق ينتهي دورنا ايها الاعزاء، ويعني الشيء الجميل من الامير عبد الرحمن بن مساعد ما اشاهده انه يهدئ جمهور الهلال، يتجه اليهم يحاول تهدئتهم، وحكم اللقاء لا يستطيع الخروج في انتظار ما يحدث. اعتقد ان الزملاء في ارض الملعب على جاهزيه، الزميل العزيز عبد الرحمن الدحين في جاهزيه. اليك عبد الرحمن وشكرا لكل من تابع معنا هذا اللقاء. شكرا لك زميلي نبيل نقشبندي في كمين التعليق، يقف الى جانبي الان الكابتن بدر خميس. كابتن بدر يعطيك العافيه على مباراه اليوم. الله يعافيك، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعافيك. الحمد لله على كل شيء، ما بتكلم عن المباراه بس الحمد لله. احنا جايين الصراحه يعني ناوي ان يعني شخصيا ماني عارف شو الموضوع، لكن الواحد يتمنى ويطمح، هو يعني ما يوقف عند حد معين مهما يعني. فريق هجر برضه مو فريق صغير، فريق كبير. ننسى المباراه اللي ننهزم فيها، نفكر المباراه اللي بعدها. الحمد لله زي ما انت شايف رجع التعاون باي وقت يرجع. نعم كابتن بدر، يعني حدث الجمهور عن اصابه خروجك في الشوط المباراه الثانيه. والله هي كدمه في الاماميه، ما قدرت اكمل صراحه. كلمني المدرب قال تحمل شوي لان يعني اغيرك، قلت ما مشكله. كابتن بدر مهاجمين حسين نجعي وسيف البيشي وايضا بدر خميس. حسين نجعي الحمد لله. الله يعطيك العافيه، مشكورين، حياك الله. سلام. ايضا ينضم الي الان الكابتن عيسى المحياني مهاجم فريق الهلالي. كابتن عيسى حياك الله.